اوكي سو تكنيكلي حيكون في فيديو نفس الفيديو بس بالانجلش فيديو تاني. So if you want to watch this video in English, go watch the other video. For Arabic, stay. اوكي سو ما كتير حمط بالحديث. مثل ما حاطيت بالتايتل حيكون في فيديو مفصل اكتر عن الماوس كيف تشتغل والفانكشنز، بس هذا الفيديو حيكون مختص اكتر بكيف ننظفها، لان عن جد يعني قديش قوية هذا الماوس وشغلة عن جد من عالم تاني. قصة انه بيضة ومشي يعني خبرية 4 أيام 5 أيام حتلاقوا بقى عليها. So كل جمعة I think لازم تضل تتنظف، at least أنا بالنسبة لي no way أتحملها. هلأ صار لي شهر تركها للماوس بس كرمال صور هيدا الفيديو، واليوم يعني خلاص جنت، لأن يعني عم بالقطل الماوس حس أنه لا في شيء ما كتير صابي. So طبعا كتير نطول، خلينا نشوف الماوس كيف صار شكله والألوان والأخبار. سو ليه عم بعمل هذا الفيديو؟ عادة بس بدي اشوف شغلة او شيء يوتيوب جوجل ترى نحلي. سو ماوس دافع $100 ما لح اجي حط شو مكان عليها صراحة وتصير تدبق. يعني كلنا اي ثينك قاطعين بهالاكسبيريانس اللي منكون عم ننظف شيء سبيرتو اسرع شيء مثلا ترى تحط شوي بتلاقيه صار بيلزي او بيدبق، بالاخص الرابري ستاف. سو ابدا ما عندي هيدا الحشريه شوف اذا الماوس تبعي حيصير فيها هيك ولا لا. سو عن جد كسرت راسي تجرب لاقي طريقه نظيف الماوس بشكل انه ترجع جديده بس بلا ما تنتزع، ما في ولا شيء. يعني في فيديو مش من زمان شفته شارح انه بالمي، هلا اي ثينك اذا كل يوم يس المي ممكن ينظف التشيت، بس انه اذا تركت جمعه ودبغ او شيء اي ثينك المي ما كتير حيعمل شيء. سو اوكي مطينا كتير بالحديث، سو خلينا نشوف. سو تكنيكلي الشيء اللي حيساعدنا اليوم هو الايزي. لبنان والدول العربيه كلنا بنعرف الايزي اللي بنقضي فيه الازاز. سو تكنيكلي هيدا الشيء ما فيه الكول. هلا في نوع تاني بفضله احسن من الايزي للازاز، بس هيداك فيه امونيا. سو كمان ما كتير عندي حشرية شوف الأمونيا شو رح يعمل على الماوس. سو كيف اكتشفت قصة الإيزي؟ تكنيكلي لما ما لقيت شي ساعدني بأنه نظف الماوس رحت صرت جرب لاقي وايبس بلا الكول. سو تكنيكلي جايب منه مرة بس فور باتس للدوغ. سو جربت لقي منهم بمحلات تاك وهيدا ما لقيت. حدا من المحلات قال لي انه يوجوالي بينطفوا اشياء الكترونيكس عطلانين هما بالايزي. سو قلت شو بده يصير اسوء الاحوال نجرب محل صغير. سو عدت دات و وات ا شوك. اوكي سو هالماوس مثل ما شايفين سو مبين البقعة، هيدا الصفر والبقعة. لا هون مبينين انه عادي بس شي سوبر مزعج صموما هذا جديد. سو قبل كل شي حنطفيها طبعا نضل عم نكبس. سو نشوف كل السايدز مبين واضحين I think. So technically حنكون عايزين الشقفة cleaning cloth تكون نظيفة أكيد. فيكن تستعملوا كمان الشقفة اللي منظف فيها العوانات بس انه هي ذاتها. و حنكون عايزين الايزي. So
easy. اوكي سو هناخد الشقفة وطرف الشقفة فندش شوي. اوكي سو هون صار عندي هيدي عليها يعني رطبة. سو حاجة اطلعها هنا عندي هون تنول شوي هيك. So yeah, technically that's it. رجعت كأنها جديدة. So how are you Frank and the mouse? اوكي سو هوبفلي ما كتير طولنا بهذا الفيديو. الماوس رجعت كأنها جديدة. هوبفلي تعلمتوا شيء جديد مش بس للماوس، يعني ممكن تستعملوا هذه الطريقة لكل شيء الكترونيكس عطلاني نهم رابري ستاف ما بتكون تنزعوها وهالقصص. هوبفلي ذات هيلبس. إذا هذا الشيء حسيتوا ساعدكم ثامز اب. إذا أول مرة بتشوفوا تشانل سبسكرايب لأن حضل نزل أشياء لها علاقة بالتكنولوجي إلكترونيكس فيديوغرافي فوتوغرافي. مين اللي حتكون أكتر فيديوغرافي فوتوغرافي، بس أنه كل ما تطور تشانل حنروح أكتر تكنولوجي إلكترونيكس وهيدول الأخبار. anyway إذا حابين تحضروا ريفيو موسع عن الماوس كيف تشتغل كيف نظبطها different programs كيف بستعملها أنا بين 2 PC ومينلي I think هيدا البيوت اللي أنا جبت الماوس من وراها، لأن كما شايفين بستعمل لابتوب desktop so عادة desk 2 keyboard 2 ماوس سوبر عجقة. بالستاب اللي شايفينه اللي الكيبورد ماوس قادر يشتغل وبلس قادر كمان أوصلهم على التيفي. So إذا مهتمين بهذا الشيء سبسكرايب تتشوفوا انت حينزل هيدا الفيديو حنحكي أكتر عن الـ3S والـMX Keys شو نقاط القوة طبعا. So hope to see you soon و إن شاء الله ما نكون نسينا شيء.